ايه تراس؟ يعني تراس واخد شكل حرف V، اللي هو السقف يا اولاد بيبقى متشال على تراس او على جمالون زي ده. طيب تمام. ايه يا دكتور بقى هندسيا، يعني بالنسبه لنا احنا كناس بتوع ميكانيكس، يعني ايه اللي بيفرق التراس عن الفريم بتاع المحاضره اللي فاتت؟ ان كل الممبرز اللي بتكونها اولاد كلها تو فورس ممبرز، يبقى ذا تراس، ذا تراس all its members, all its members are two force members. يعني يا دكتور زي الشكل اللي قدامكم ده يا ولاد اهو، ده كان two force member ده، والله كتير بقى. عدوا زي ما انتم عايزين، حتى هو اسمه روف تراس، يعني ده بيستخدم يا ولاد في الاسطح، او في ان هو ممكن يعني يسند بيه سقف او حاجه. طيب دكتور طالما ده تراس وكل الممبرز اللي بتكونوا زي ما حضرتك بتقول تو فورس ممبرز، صح ولا لا؟ يبقى انت مجبر يا اولاد ان اللودز او الاحمال اللي انت هتحطها عليه لازم تبقى عند الاند بوينتس. يعني ايه يا اولاد؟ خدوا بالكم الاسهم السوداء كده يا اولاد، الله يبارك لكم، كل الاسهم السوداء موجوده فين؟ موجوده عند نقط الاتصال. ما ينفعش يا دكتور احط اي لود في النص هنا، لا ما ينفعش. طب اشمعنى يعني ايه؟ عافيه يعني؟ اه عافيه، لان لو انت حطيت اي لودز في النص هيتحول الممبر الى مالتي فورس ممبر، واذا تحول الممبر الى مالتي فورس ممبر يبقى ده ما بقاش تراس خلاص. امال ده هيبقى ايه ساعتها؟ ساعتها هيبقى اسمه فريم. اذا ممبر واحد يا اولاد لكم ان تتخيلوا، اذا ممبر واحد تحول الى مالتي فورس ممبر خلاص المسمى بتاع الاستراكشر كله هيتغير، ساعتها اسميه ايه؟ اسميه تو فورس ممبر، آسف أسميه فريم. فريم طيب دكتور إيه التارجت بتاعنا في الشابتر ده؟ والله التارجت بتاعك أو الهدف إزاي تحسب الفورس في كل ممبر، ومش كده وبس لأ، وتحدد لي نوعها. نعم يا دكتور. إزاي إيه؟ إزاي تحسب الفورس في كل ممبر؟ إزاي تحسب الفورس في كل ممبر؟ وإزاي تحدد نوعها اللي هو إيه يا دكتور نوعها؟ يعني تنشن أور كومبريشن، تنشن اور كومبريشن. طب انا عشان يعني اشتغل بالطريقه دي يا اولاد، او يعني اوصل اللي هو عايزه ده، ان انا ازاي اعمل اناليسيز واطلع الفورس في كل ممبر ونوعها، هستخدم حاجه اسمها يا اولاد الميثود اوف جوينتس، او في قول اخر الميثود اوف بوينتس. نعم يا دكتور. ايه الاسم الغريب ده؟ طريقه النقط او طريقه العقد او اقول لكم المفاجاه ليه يا اولاد؟ انت يا دكتور انت اللي عملت المشكله يا دكتور في البدايه لما قلت ان كل الممبرز تو فورس ممبرز، ده حقيقي. فلما هتيجي تعمل سيباريشن، فاكرين يا اولاد كان في اغنيه، بس انتوا صغيرين مش قدام، كان في اغنيه لعبد الحليم حافظ بيقول لك ماسك الهوا بايديا. انت لما هتيجي تعمل سيباريشن يا اولاد للاستراكشر ده اللي كله تو فورس ممبرز، هتلاقي ماسك الهوا بايديك. يعني ايه يا دكتور؟ كل الممبرز تو فورس ممبرز اه، فمش هقدر اطبق الايكوليبريم او الكونديشنز اوف ايكوليبريم الثلاثه على اي واحد فيهم. فانت سراب هواء مفيش. امال ادرس الايكوليبريم بتاع ايه يا اولاد؟ بتاع نقط الاتصال. نقط الاتصال اه. طب ما ده يا دكتور مش دي من ضمن الحالات الخاصه اللي حضرتك كنت رميتها لنا في مره؟ ايوه، لو الفورسز كلها يا اولاد كانت انترسبتد عند نقطه، وانت عايز تدرس الايكوليبريم بتاع نقطه، تقدر عند كل نقطه تطبق تو conditions of equilibrium بس، اللي هم سيجما اف اوف اكس وسيجما اف اوف واي. مفيش مومنت يا دكتور؟ لا يا حبيبي مفيش مومنت، لان انت بتدرس الايكوليبريم بتاع نقطه، يعني الفورسز عندها كلها متلاقيه في نقطه بس. هي دي الطريقه يا اولاد. طبعا انا عارف الكلام يبدو ايه مش واضح، لكن تعالوا اديكم اكزامبلز هتلاقوا الدنيا جميله جدا على فكره. يلا يا اولاد اول اكزامبل معانا اهو، اكزامبل سهل جدا ظهر قدامكم يا اولاد السكرين البيضاء ولا لا؟
اه يا دكتور زهر. زهر. اي طيب تمام، يلا يا اولاد اول اكزامبل مدي لك تراس صغير جدا مكون بس من 3 ممبرز. طب زي الفل يا دكتور. ايه ده بقى؟ تراس صغير جدا اهو مكون من 3 ممبرز اللي هم الاي بي الفيرتيكال والاي سي الهوريزونتال والبي سي يا اولاد اللي عامل انجل ايه 45. ايه السؤال؟ السؤال المعتاد في الحاجات اللي زي كده اهو، هيقول لك ايه؟ فايند ذا فورس ان ايتش ممبر، ان ايتش ممبر فايند ذا فورس ان ايتش ممبر اند اتس تايب. طيب ايه رايكم يا اولاد في بدايه الحل؟ في بدايه الحل دكتور ما تيجي ندرس الاكسترنال تراس اهو، الحل اهو سوليوشن. هقول ايه؟ باي ستادينج ذا اكسترنال تراس اللي هو الخارجي. ازاي يعني؟ ده بين كونكشن. الاولاني ده يا ولاد اللي عندي ايه؟ بين متوصل بتو فورس ممبر زي المحاضره اللي فاتت. لا يا دكتور، ده متوصل باتنين تو فورس ممبرز. لا يبقى ده مش حاله خاصه زي لا لا لا، فهحط تو رياكشنز عادي خالص اهم اي اكس و مثلا اي واي. طب وهنا عندي سي، ايه ده يا اولاد؟ حد فيكم فاكر ده؟ والله اللي فيكم فاكره خير وبركه، اللي مش فاكره يا اولاد ده كنت سميته الروكر، الروكر اللي شبه الكرسي الهزاز. تمام، ده بياخد كام رياكشن؟ بياخد رياكشن واحد زي الرولر اهو، هسميه سي واي. طب يا دكتور الاكسترنال تراس ده الخارجي، انا لسه ما فكتش على فكره، ما عملتش سيباريشن. دكتور الاكسترنال تراس ده اقدر اطبق عليه كام معادله؟ الثلاثه المعتادين يا اولاد اللي هم العاديين خالص، سيجما ايه اف اوف اكس وسيجما اف اوف واي وسيجما مومنتس. طب ايه راي حضراتكم؟ مثلا انا هبدا يا اولاد اهو، هقول سيجما المومنتس، سيجما المومنتس اباوت الاي ايكوال زيرو، هيبقى ال 500 اللي فوق يا اولاد اهي، ال 500 هتبقى بالنيجاتيف ماينس 500 تايمز المسافه دي اللي هي 2، والسي واي هتبقى بالبوزيتيف بلس سي واي برضه في 2 ايكوال زيرو. والله يا دكتور كلام محترم، يبقى من هنا هقدر اطلع الرياكشن سي واي، الاثنين هتروح مع الاثنين يبقى السي واي هتطلع 500 نيوتن. طب زي الفل دكتور، ممكن اقول سيجما اف اوف واي؟ سيجما اف اوف واي ايكوال زيرو، هقول اللي فوق ايكوالز اللي تحت. للاسف الاثنين يا اولاد اللي فوق هيبقى الاي واي بلس السي واي اللي سعادتك لسه جايبها اللي هي ال 500 ايكوال زيرو. يعني من هنا هنستنتج ايه يا اولاد؟ ان الاي واي هتطلع نيجاتيف 500. نيجاتيف يا دكتور؟ خلاص يبقى انا فرضتها غلط، يبقى الرياكشن يا اولاد اي واي بدل ما هو اللي فوق هو المفروض كان يبقى لتحت. طب ومن سيجما اف اوف اكس ايكوال زيرو يا اولاد؟ من سيجما اف اوف اكس ايكوال زيرو الرايت ايكوالز الليفت، يبقى الرياكشن اي اكس ناحيه الشمال هيساوي الفورس ال 500 اللي كانت ناحيه اليمين. طب حضرتك كده عملت ايه يا دكتور؟ انا كده يا دكتور خلصت الاكسترنال رياكشنز الحمد لله. طب انت عندك يا ابني كام ممبر؟ ثلاثه. خلاص ستيب 2 اعمل سيباريشن بقى اهو، باي ميكينج سيباريشن زي ما كنت بعمل قبل كده يا اولاد، باي ميكينج سيباريشن فور ممبرز. طب هم احنا عندنا كام ممبر؟ ثلاثه. حاضر اهو ادي الممبر الاولاني اهو يا اولاد اللي هو اسمه اي بي، والممبر الثاني المايل اهو اللي هو هيبقى اسمه بي سي، والممبر الثالث اهو يا اولاد اللي هو اسمه اي سي. دكتور كل دي تو فورس ممبرز، من حقك يا دكتور تفرض اي واحد فيهم تنشن او كومبريشن زي ما انت عايز، ما انا المفروض ما اعرفهمش صح ولا لا؟ طيب انا المره دي يا اولاد نتيجه ان الممبرز كتيره، يعني في المسائل بتاعه الفريمز يمكن كان بيقابلك في كل مساله تو فورس ممبر واحد، لكن هنا هيبقوا كتير.
يعني بص، بسم الله الرحمن الرحيم، الدكتور بادئ بمسألة وبيقول عليها سهلة ثلاثة. طب افرض في مسألة بقوا 10، بقوا 12، بقوا 15. فأنت لو أنت في الفرض بتاعك تنشن وكمبريشن يعني ما ثبتتش اختيارك هتتلخبط. لا يا دكتور مش فاهمين كلامك، يعني ممكن تقول ايه؟ انا هفرض ايه بي تنشن والبي سي كومبريشن انت هتنسى بعد كده. فالاحسن ايه بقى يا اولاد؟ نتفق اتفاق دلوقتي، تعالوا يا اولاد نفرضهم كلهم شكل واحد، نوع واحد. يعني مثلا هنفرضهم كلهم تنشن، كلهم يا دكتور تنشن. اهو يعني انا هفرض ده الاف اي بي كده، ادي الاف اي بي، وده كمان يا دكتور الاف اي بي، وادي كده هتبقى دي الاف بي سي، ودي برضو يا دكتور هتبقى الاف بي سي، وهنا هتبقى الاف اي سي، ونفس الكلام كده يا اولاد الاف اي سي. طيب هنا يا اولاد عايزكم تشاركوني في حاجه دلوقتي يا اولاد. مش احنا كنا قلنا ان في حاجه اسمها عند اي نقطه اتصال في حاجه اسمها نيوتن ذا ثيرد لو؟ كلام صح ولا غلط يا اولاد؟ مش المفروض كنت اطبق النيوتن ذا ثيرد لو عند اي نقطه اتصال بين جسمين؟ طب هنا في حاجه غريبه حصلت، ايه هي؟ الدكتور هنا فارض الاف اي بي اهي، يعني انا فرضت يا اولاد الاف اي بي تنشن مش كده لفوق، جيت عند الممبر الثاني ما عكستهاش. نعم يا دكتور، يعني المفروض هنا يا اولاد ادي الاف اي بي اهي اهي، ليه ما عملتش الاف اي بي العكس كده؟ يعني المفروض كنت اقول فور اني اكشن ذير از رياكشن. ونفس الكلام ممكن واحد فيكم يرد عليا يقول لي يا دكتور حسين، طب ما هو بنفس المنطق، حضرتك هنا الاف بي سي ليه حضرتك ما عكستهاش؟ لان يا حبيب قلبي انت هو ده تو فورس ممبر وده تو فورس ممبر، مش هيقبل فورسز غير على خط عمله. طب الحل ايه بقى يا اولاد؟ يقول لك هنا وي هاف to study the pin connects them. لازم ندرس المسمار اللي رابطهم. يعني تخيلوا كده يا اولاد، اجي راسم هنا ايه؟ هرسم كده المسمار اللي اسمه بي، المسمار اللي اسمه بي. هنا الفورس اللي اسمها ايه يا اولاد؟ اف اي بي، صح ولا لا؟ دي تخيلوا هقراها ايه؟ هتقراها ايه يا دكتور؟ تاثير المسمار على الممبر اي بي، يبقى تاثير الممبر اي بي على المسمار نفس الفورس لكن في عكس الاتجاه اهي. ادي الاف اي بي بنفس المنطق يا دكتور، الاف بي سي اللي فوق دي يا اولاد دي هتبقى تاثير ايه؟ تاثير المسمار على الممبر بي سي، يبقى تاثير الممبر بي سي على المسمار نفس الفورس لكن في عكس الاتجاه اهي. ادي الاف بي سي. طب يا دكتور الفورس ال 500، مين فيكم شاطر يقول يا اولاد ال 500 اللي كانت موجوده في اول المساله احطها على الممبر اي بي ولا على الممبر بي سي ولا على المسمار؟ ما هي لازم تتحط على المسمار. برافو عليك اهي، برافو عليكم يا اولاد. طب ليه اشمعنى؟ لان الممبر سواء اولاد التو فورس ممبر الاولاني اللي هو البي سي او التو فورس ممبر الثاني الاي بي عيال. نعم يا دكتور عيال، والله العظيم ممبرز عيال، ما بيتحملوش اي مسؤوليه خالص. هو يا اولاد مش هيقبل غير الفورس اللي على خط عمله بس. تيجي تقول له يا عم الحاج ده احنا عندنا اكسترنال لود 500، الله يبارك لك ساعدنا فيه، يقول لك ماليش دعوه. يقول لك لو انت حطيت لي اي لود مش على خط عملي الايكوليبرم بتاعي هيقع، مش هبقى ان ايكوليبرم، مش هبقى في حاله اتزان. نفس الكلام على الممبر اي بي. طب يا عم شاركنا يا عم، الله يبارك لك، يعني ايه؟ نساعد بعضينا، عندي لود 500 شيل حتى ولو 10 نيوتن. يقول لك لا ماليش دعوه. فال 500 كلها هتروح فين؟ هتروح على المسمار. نفس الكلام فين يا اولاد؟ المسمار اللي كان رابط التو ممبرز اي بي واي سي اهو. والله يا دكتور هيبقى هنا عندك اهو، نرسمه في حته كده، ادي المسمار اللي اسمه ايه؟ يلا ايه الفورسز اللي هتبقى عليه؟ هيبقى عندك الاف اي بي كده اهي، هتبقى كده العكس، الاف اي سي كده هتبقى كده. خدوا بالكم يا اولاد، الله يبارك لكم، من حاجه مهمه جدا 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 جدا. لما انت فرضت الممبر، بص يا اولاد، لان انا بعد كده في المسائل اللي بعد كده خدوا بالكم الحته دي مهمه، انا بعد كده مش هرسم الممبرز، ده انا بس مدلعكم في الاكزامبل الاولاني وراسم لكم الممبرز نفسها، انا بعد كده هرسم الجوينتس مباشره. فخدوا بالكم من حاجه مهمه قوي قوي، ايه هي؟ الدكتور حسين لما فرض الممبرز في حاله تنشن حط الافكت على المسمار ايه؟ تنشن. لا قول يا دكتور الحته دي تاني معلش. دلوقتي يا اولاد الممبر اي سي، الممبر اي سي الفورس اللي عليه تنشن صح ولا لا؟
يبقى الايفكت بتاعه على المسمار بيعمل ايه يا اولاد؟ بيشد، هو بيشد يعني الفورس اي سي تنشن خارجه خارجه. طب ونفس الكلام الفورس اي بي تنشن، يعني ايه تنشن؟ خارجه من النقطه مش داخله لها. طب ايه اللي فاضل تاني؟ مين شاطر، مين متابع معايا يا اولاد يقول لي ايه اللي فاضل ارسمه عند نقطه ايه اللي انا حسبتهم في ال اول AX المساله؟ وال AY. برافو عليك، الاي اكس اهي اهي، الاي اكس الدكتور حسبها ب 500. طب والاي واي؟ يقول لك تدرك الخطا. يعني ايه يا دكتور اتدرك الخطا؟ من حقك، انت كنت يا ابني فرضت الاي واي لفوق بس طلعت نيجاتيف، فانا هصلح غلطي دلوقتي وهقول الاي واي المفروض انها لتحت وب 500. طب اخر نقطه يا اولاد او اخر جوينت، الجوينت اللي هي مين؟ اللي اسمها سي، الجوينت سي ايه الفورسز اللي موجوده عندها؟ والله يا دكتور هنا هيبقى عندك الاف اي الرياكشن سي بتاع اهي الاف بي اهي، سي ادي الاف اي والرياكشن سي، بتاع والاف بي سي برضه هتبقى تنشن اهي، ادي الاف بي سي، وهيبقى عندك الرياكشن اللي هو بتاع في الروكر سي واي سي واي كان سي زد، ب 500. سوري لا هي سي واي سي زد سي دي واي سي واي تمام. سي واي. طيب هنا يا اولاد عندك كام جوينت؟ تخيلوا عندي ثلاثه يا دكتور، ثلاث نقط اتصال اللي هي الاي والسي والبي فوق. طب اطبق شروط الاتزان على اي واحد فيهم براحتك ابدا، بس طبعا اسهلهم هي مين؟ الايه. يلا اهو، باي يوزنج، باي يوزنج ذا ميثود اوف جوينتس يا اولاد، باي يوزنج ذا ميثود اوف جوينتس ستارتنج بمين بقى؟ والله ممكن ندرس الجوينت ايه، يلا اهو ذا جوينت إيه. كل عند كل جوينت يا اولاد انت تملك كم نقطه؟ والله يا دكتور عند اسف تملك كم معادله؟ اثنين، مفيش مومنت. فهنا عند الجوينت ايه لو قلنا سيجما اف اوف اكس ايكوال زيرو، يلا يا اولاد هقول ايه؟ الرايت ايكوالز الليفت، بصوا عليها يا اولاد القوا نظره كده اهو. عند الجوينت ايه لو قلت سيجما اف اوف اكس ايكوال زيرو هيبقى الرايت ايكوالز الليفت، يبقى الاي اكس هتساوي 500، او اسف الاف اي سي، يبقى الفورس اف اي سي هتساوي 500 نيوتن. عندك يا دكتور ثواني حضرتك يا دكتور طلعت الاف اي سي؟ اه الحمد لله يا ابني. طلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا يا دكتور طلع بوزيتيف الحمد لله. يبقى تكتب كده بين قوسين كابيتال تي. ايه كابيتال تي دي يا دكتور؟ معناه ان الممبر اي سي، الممبر اي سي نوع الفورس بتاعته تنشن، حضرتك فرضتها فعلا تنشن ولما جيت تحسب طلعت الحمد لله بوزيتيف، يبقى فرضك صح. طب بنفس المنطق عند نفس الجوينت ايه لو قلنا سيجما اف اوف واي ايكوال زيرو هيبقى اللي فوق ايكوالز اللي تحت، برضه يا ولاد هطلع الاف اي بي هتطلع هي كمان 500 وطالعه ايه بوزيتيف، يبقى برضه هي كمان يا دكتور تنشن. طيب بعد كده اروح لانهي جوينت؟ هتروح لاما للبي فوق، البي فوق او السي براحتك، هي كده كده فاضل لك قانون واحد في المساله. ايه ده فاضل لي؟ اه والله فاضل لك اللي هو الممبر بي سي. يلا انا عن نفسي يا اولاد هختار مثلا الجوينت سي، ذا جوينت سي، هرسمها لكم تاني يا اولاد بدل ما نطلع وننزل كل شويه اهو. دلوقتي انت عندك دي الفورس اللي هي اسمها مين؟ بي سي، دي ستيل انون، ستيل مجهوله. طب والاف اي سي؟ لا يا دكتور خلاص الحمد لله اتحسبت اهي، حضرتك فرضتها الاف اي سي ب 500 وعندك من الاول السي واي حضرتك كنت حاسبها يا دكتور ب 500 برضه. طب الانجل دي كام؟ الانجل دي مديها لك 45. طب اعمل ريزوليوشن للاف بي سي. تمام يا دكتور اهو اعمل لها ريزوليوشن، يعني هي صعبه. هيبقى هنا اف بي سي كوزاين 45 وهنا هيبقى اف بي سي ساين 45. اطبق انهي ايكويشن في الاثنين يا باشا؟ براحتك، هو كده كده انون واحد هيجي من معادله واحده. طبقت سيجما اف اوف واي، والله ربنا يبارك لك، سيجما اف اوف اكس تمام كتر خيرك. يلا يا ولد هقول ايه؟ من سميشن اف اوف واي ايكوال زيرو مثلا، اللي فوق اللي فوق ايكوالز اللي تحت، فيبقى الاف بي سي ساين 45 بلس ال 500، الاثنين للاسف لفوق ايكوال زيرو.
ودوا ال 500 دي يا اولاد الناحيه الثانيه بالنيجاتيف واقسم على ساين 45، هتطلع الاف بي سي في الاخر بكام؟ هتطلع الاف بي سي تطلع نيجاتيف 500 روت 2 نيوتن. ادي اول واحده طلعت نيجاتيف، يبقى انا فرضي غلط ليها، يبقى هي مش تنشن، لا هي كومبريشن كابيتال سي. يبقى نوع الفورس في الممبر دي سي كومبريشن. طب يا اولاد فاضل لي معادله هنا، فاضل لي معادله في الجوينت سي مش محتاجها. ايه ده الدكتور حسين؟ استنى استنى، ده كمان لسه فاضل معادلتين فوق بتوع الجوينت بي، خلاص مش محتاجهم. طب يا دكتور الثلاث معادلات اللي فضلوا دول حضرتك مش هتستخدمهم، دول بسبب ايه؟ بسبب ان سعادتك استخدم الاكسترنال تراس في بدايه المساله وطبقت عليه ثلاث معادلات. فالحمد لله دلوقتي المساله اتحلت وطلعت كل الانونز اللي انا عايزها، تمام؟ وفاضل لي لسه ثلاث معادلات، الثلاث معادلات دول بتوع الاكسترنال تراس اللي انا درسته في البدايه. حضرتك عايز توصل لنا ايه يعني؟ عايز اوصل لك ان انت لو كنت حابب كنت تحل المساله دي without studying the external truss كان ينفع. يعني ما كنتش ابدا يا دكتور في البدايه بالاكسترنال truss، لا لا ما كنتش تبدا، كنت ممكن تدرس الجوينتس على طول، بس ساعتها كنت هتطبق ست معادلات كامله. يعني عند الجوينت ايه هتطبق معادلتين، عند الجوينت سي معادلتين كاملين، عند الجوينت بي كمان تطبق معادلتين. طب هل يا دكتور يضايق حضرتك مثلا الثلاث معادلات اللي فاضلين دول اتشيك بيهم على ارقامي؟ طبعا لو انت حابب وعندك وقت وعايز تتشيك على ارقامك ان ارقامك مظبوطه، استخدم الثلاث معادلات اللي فاضلين دول ان انت تاكد على ارقامك طالعه مظبوطه ولا لا، لو انت حابب يعني. طب بعد ما خلصت الكلام ده، والله لو حطيت الكلام ده في تيبل لنفسك يبقى كتر خيرك. اهو حاجه عامل تيبل اللي هو يا اولاد كده، مثلا ادي الممبر، الممبر والفورس والتايب. يعني مثلا هكتب هنا ايه اهو، ده الممبر اي بي والممبر اي سي والممبر بي سي، ده 500 وتنشن، والاي سي برضه 500 وتنشن، اما البي سي طلع 500 جذر 2 كومبريشن. طب يا دكتور التيبل ده ضروري يعني؟ لا، لو عملته خير وبارك، لو ما عملتوش خلاص، ما يعني مش مشكله خالص. تعالوا نشوف اكزامبل تاني يا اولاد. يلا يا ولاد الموضوع كبر شويه اهو، المره دي مدي لك تراس في كام فورس، في كام ممبر؟ خمسه. طب 5 ممبرز يا ولاد بيكونوا تراس، وزي ما انتم شايفين التراس ده اكتد باي تو لودز، ال 600 الهوريزونتال عند نقطه دي وال 400 الفيرتيكال عند نقطه دي. طب التراس نفسه يا ولاد سبورتد بايه؟ والله يا دكتور سبورتد بتو سبورتس، الروكر ات اي والبين عند سي. يلا ستيب 1 هعمل ايه؟ ستيب 1 عادي خالص يا دكتور، studying by studying the external truss، external truss. ال external reaction عند ايه وعند سي؟ والله عند ايه؟ احط يا دكتور reaction واحد اهو هسميه مثلا AY لان ده ركن، وعند سي ده بين عادي هحط تو رياكشنز، هحط كده سي اكس
و سي واي. طيب لو انا عايز اطبق هنا يا اولادي الثلاث معادلات ابدا بمين؟ براحتك، بس اكيد ابدا بالايكويشن اللي طلع لك ارقام. انا شايف يا اولادي ان احسن معادله ابدا بيها سيجما المومنتس اراوند سي اهو. لو هقول سيجما المومنتس اراوند سي ايكوال زيرو، ايه الفورس اللي هتعمل مومنت اراوند سي؟ هيبقى عندك ال 400 بالبوزيتيف، 400 هتلف يا اولاد انتي كلوك وايز وهتبقى تايم ذا 3 بلس ال 600 برضه بالبوزيتيف بلس ال 600 تايمز 4. اما الرياكشن اي واي ده هيلف كلوك وايز يبقى ماينس الاي واي ملتبلاي باي المسافه كلها اللي هي 6، كل ده ايكوال 0. معلش يا اولاد لو في حد جنبه كالكوليتر يقول لي في المعادله دي الاي واي تطلع بكام؟ الرياكشن اي واي 600 يا دكتور، يطلع 600 نيوتن. اوكي تمام، يطلع 600. 600 اوكي. طيب لو قلنا اولاد سيجما اف اوف اكس، من سيجما اف اوف اكس ايكوال 0 هيبقى الرايت، الرايت ايكوالز الليفت، يبقى السي اكس هي كمان برضه هتطلع ب 600. طب من سيجما اف اوف واي ايكوال 0 اللي فوق ايكوالز اللي تحت صح؟ اه. من سميشن f of y equals 0 اللي فوق اللي هي الاي واي اللي احنا طلعناها ب 600 هتساوي اللي تحت ال 400 اللي هي الاكسترنال لود اللي كان موجود من الاول يا اولاد بلس السي واي. يعني من هنا اقدر استنتج ان السي واي بكام؟ السي واي يا دكتور اهي السي واي هتطلع ب 200 نيوتن. طيب بعد كده يا دكتور ستيب 2 هتبقى ايه بقى الخطوه الثانيه؟ انا كده الحمد لله درست الاكسترنال تراس طلعت من عليه ثلاث مجاهيل. يعني بصوا يا اولاد بدايه ولا اروع. طب ستيب 2 باي يوزنج ذا ميثود اوف جوينتس. خلاص بقى يا اولاد مش هنرسم الممبرز. ها امال ايه يا دكتور؟ هطبق على طول يا اولاد او هدرس الايكوليبريم بتاع الجوينتس على طول. طيب ايه رايكم ولاد ابدا بانهي جوينت؟ يقول لك ابدا يا دكتور بالجوينت، ابدا بالجوينت اللي عندها النونز اقل، يعني عندها از ماكسيمم تو النونز. يعني تخيلوا هنا ولاد انت بعد ما طلعت السي اكس 600 والسي واي ب 200 والاي واي الحمد لله الاي واي طلعتها ب 600. تخيلوا هنا يا اولاد دلوقتي كده في اللحظه دي ايه الجوينتس او النقط اللي انت متاح ليك ان انت تبدا بيها؟ هرد عليكم واقول لكم الاي والسي. يعني اللي عايز يبدا يا اولاد بالجوينت سي ينفع، واللي عايز يبدا بالجوينت اي ينفع، لكن الجوينت بي لا، الجوينت دي لا. لا 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 استنى يا دكتور استنى استنى استنى، هو حضرتك بتصنفها ازاي؟ يقول لك بعدد الممبرز الانونز اللي عند كل واحد. أنا دلوقتي يا أولاد بداية أنا عارف إن أنا عند كل جوينت لا أملك إلا معادلتين اللي هما سيجما اف اوف اكس وسيجما اف اوف واي بس، فبالتالي مش هينفع أبدأ بأي جوينت عندها أكتر من تو أنونز. فتخيلوا يا أولاد مثلا عند الجوينت دي تحت أنا عندي كام ممبر؟ واحد اتنين تلاتة، لا يبقى الجوينت دي مش جاهزة إن أنا أشتغل عليها، لا مش هينفع. طب الجوينت بي عندها كام أنون؟ واحد اتنين تلاتة، لا ما ينفعش برضه. طب الجوينت سي لا زي الفل عندها تو انونز واحد اثنين. طب الجوينت اي عندها برضو تو انونز او تو فورسز. خلاص اهو يلا يا اولاد توكلنا على الله. نمره واحد ذا جوينت، ذا جوينت اي اللي هيبقى موجود يا اولاد تعالوا نرسم اهو ادي الجوينت اي. بدايه يا دكتور انت عندك في رياكشن اي واي ب 600 حاضر. طب في عندك تو ممبرز هتحط الايفكت بتاع كل ممبر فيهم، وانت اتفقنا معاك يا دكتور اتفاق ومش هنغيره اللي هو كل الفورسز دايما هتبقى اسيومد او هتتفرض انها تنشن. يعني ايه تنشن يا اولاد؟ يعني دايما هتفرضها خارجه من النقطه. يبقى هو يا اولاد هحط كده دي الفورس اف اي دي ودي كده هتبقى الفورس اللي هي الاف اي بي.
طب ال اف اي دي مثاليه، يعني ايه مثاليه؟ هوريزونتال. الرياكشن اي واي 600 مثالي، يعني ايه يا دكتور مثالي؟ فيرتيكال. مشكلتك كلها في الاف اي بي ده، لازم تجيب الانجل بتاعته اهي. لو سمينا الانجل دي ثيتا يا اولاد، واضح جدا من الدايمنشنز بتاعت المساله ان الثيتا هتبقى عامله تراينجل 4 3 5، يعني الكوزاين يا اولاد ب 3 على 5 والساين ب 4 على 5. يعني الاف اي بي اهي، عشان بس تبقى واضحه قدامك يا اولاد، لو عملت لها ريزوليوشن هتبقى هنا 3 على 5 اف اي بي، وفي الاتجاه ده هتبقى 4 على 5 اف اي بي. طيب مين شاطر يقول لي يا اولاد عند الجوينت ايه هنا؟ انت تملك معادلتين سيجما اف اوف اكس سيجما اف اوف واي. يلا مين شاطر يقول لنا انهي احسن معادله ابتدي بيها؟ سميشن اف اوف اكس احسن ولا سميشن اف اوف واي هنا؟ مين فيهم سيجما اللي هيديني؟ اف اوف واي. برافو عليك صح. يبقى هنا لو قلت سميشن اف اوف واي ايكوال زيرو، اللي فوق اللي فوق ايكوالز اللي تحت، مفيش حاجه تحت يا دكتور، الاثنين اللي فوق اهو. يبقى 4 اوفر 5 4 اوفر 5 اف اي بي بلس 600 هيبقى ايكوال 0. ودي ال 600 الناحيه الثانيه يا اولاد بالنيجاتيف، ها، واضرب في 5 واقسم على 4، الاف اي بي هتطلع نيجاتيف 750 نيوتن. بدايه كده يا دكتور تمام. اه يبقى ده بين قوسين كومبريشن، يبقى الفورس في الممبر اي بي قيمتها كام يا اولاد؟ 750 يا دكتور. وايه نوعها؟ هتبقى نوعها كومبريشن، ضغط مش شد. طب اقول بعد كده سيجما اف اوف اكس، اه يلا، من سيجما اف اوف اكس ايكوال 0، اللي ناحيه اليمين ايكوالز اللي ناحيه الشمال، الرايت ايكوالز الليفت، يبقى الفورس اف اي دي بلس 3 اوفر 5 اف اي بي ايكوال 0. لما تيجوا هنا يا اولاد تعوضوا عن الاف اي بي، عوض عنها بنفس اشارتها اللي انت حسبتها اللي هي النيجاتيف. اه يبقى الاف اي دي هتبقى بلس 3 اوفر 5 في نيجاتيف 750 ايكوال 0. طب ما تودوا يا اولاد الترم ده كله الناحيه الثانيه، هيروح بالبوزيتيف. اه صح يا دكتور تمام. يبقى الاف اي دي هتطلع في الاخر بوزيتيف 450 نيوتن. اه ده معناه يا دكتور ان الممبر اي دي، الممبر اي دي هيطلع ايه؟ هيطلع تنشن. خليكم فاكرين الارقام دي، ها يا اولاد الاي بي طلع 750 وكمبريشن، والاي دي طلع 450 وكام؟ وتنشن. طيب تخيلوا يا اولاد بقى مين شاطر يقول لي في اللحظه دي دلوقتي بقى بعد ما خلصت دراسه الجوينت ايه؟ اهو هرسم لكم يا اولاد التراس تاني اهو. مين فيكم شاطر يقول لي في اللحظه دي دلوقتي دلوقتي اهو انا طلعت ده 750 وكمبريشن، وده دكتور طلع 450 وتنشن، تمام؟ مين شاطر يقول لي في اللحظه دي الجوينتس او البوينتس اللي افيلابل تو بي ستاديد، يعني دلوقتي كده ايه النقط اللي متاح ليا ان انا ادرسها؟ هو من الاول كانت معاك السي، يعني السي من الاول كانت جاهزه، هل دلوقتي في نقط اتضافت بقت متاحه ان انا ادرسها ولا لا؟ لسه برضو هي السي بس هي اللي متاحه. بي لا في بي دي بي ودي هما اتنين، عشان هما اتنين فيهم تون. برافو عليك خلاص دلوقتي فعلا البي والدي اتضافوا يا اولاد. اه هما كمان دلوقتي بقوا متاحين للدراسه فعلا. ليه يا دكتور؟ ما هو انت لما حسبت ده يا اولاد اللي هو 750 اصبح عدد الانونز عند بي اتنين بس، اللي هما البي سي والبي دي. نفس الكلام عند الجوينت دي، لما حسبت الفورس في الممبر اي دي اللي هي 450 اصبح عند نقطه دي في كام انون؟ اتنين بس، اللي هما السي دي والبي دي. ومن الاول كده كده خلقت ربنا انت معاك الجوينت سي اصلا متاحه، يعني الجوينت سي كده كده متاحه. طب حضرتك هتختار مين؟ برضو الجوينت سي اهو. ايه ده يا دكتور بجد؟ اه والله عادي، ذا جوينت سي. طيب ايه اللي موجود عند الجوينت سي اهو؟ يلا يا اولاد، انا كان عندي الاول اهو يا اولاد عند الجوينت سي في رياكشن اسمه سي اكس 600 والسي واي 200. طب وعندي في فورس اهي، انت الدكتور دايما بيفرض تنشن اهي، يبقى الاف بي سي اهي
وهفرض دي اسمها اف سي دي. هو كده يا دكتور انت كده فرضتهم تنشن؟ اه كده فرضهم تنشن. ما انا بفرضهم طالما الفورس خارجه من النقطه مش داخله لها يبقى دي تنشن على طول. طب يلا عند الجوينت سي يا اولاد لو هطبق المعادلتين اهو من سيجما اف اوف اكس ايكوال 0 هيبقى الرايت ايكوالز الليفت، مفيش حاجه تو ذا رايت اصلا يبقى 0 ايكوالز الليفت اللي هي سي اكس 600 بلس الاف بي سي. خلاص ودي ال 600 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف يبقى الاف بي سي يا دكتور هتطلع نيجاتيف 600. ده معناها انها كومبريشن. كويس جدا. وبرده بنفس المنطق من سيجما اف اوف واي ايكوال 0 اللي فوق ايكوالز اللي تحت. مفيش فورسز اللي فوق يا دكتور الاثنين اللي تحت. يبقى سي واي اللي هي ال 200 بلس الاف سي دي ايكوال 0. ودوا ال 200 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف ذن الفورس اف سي دي هتطلع نيجاتيف 200 نيوتن. يبقى برضو يا اولاد هي كمان كومبريشن. طب زي الفل يا دكتور ده كده تمام جدا. معلش يا دكتور ارسم لنا كده التراس، ارسم لنا التراس وحط لنا عليه كل الفاليوز اللي حضرتك طلعتها لغايه دلوقتي اهو عشان بس اشوف هكمل ازاي. اهو ادي يا شباب التراس في وضعه الجديد. حضرتك دلوقتي كده ايه الارقام اللي انت طلعتها؟ افكركم اهو ده يا اولاد ده طالع 750 وكمبريشن. طب والايه دي؟ كنا مطلعين 450 وتنشن. وده ربنا كرمه هو يا اولاد ده اللي هو البي سي ده طلع 600 وكمبريشن وده طلع 200 وبرده كومبريشن. مين شاطر يبص بصه كده يا اولاد؟ ايه الممبر الوحيد اللي فاضل يا اولاد ما اتحسبش؟ بي دي. ايوه صح البي دي هو ده هو ده. طب تخيلوا ده نحسبه من مين بقى؟ سلام يا دكتور ده حضرتك تشاور بس. عادي جدا ممكن تحسبه من ان انت تدرس الجوينت بي او تحسبه من ان انت تدرس الجوينت دي. طب يعني ده يا دكتور متاح وده متاح؟ اه بس بيني وبينكم يعني السنس بيقول ايه؟ السنس بيقول هختار الجوينت دي. طب اشمعنى يعني يا دكتور؟ لان عندها منبر مايل واحد بس. فلو هتعمل ريزوليوشن كوزاين وساين هتعمل ريزوليوشن لفورس واحده. لكن لو كنت اشتغلت عند البوينت بي كنت هتضطر تعمل ريزوليوشن لتو ممبرز. فالسنس بيقول يا اولاد لا انا هشتغل عند الجوينت دي احسن. اهو اهو ذا جوينت دي اخر حاجه the joint D. ركزوا يا اولاد ايه الفورسز اللي موجوده عند دي. ها ركزوا اهو ادي يا عم الجوينت دي الفورسز اللي موجوده من الاول خالص في اكسترنال لود 600. حاضر ده موجود من الاول. طب وبعدين في فورس اللي هي الاف اي دي دي تنشن اهو ادي الاف اي دي هرسمها تنشن خارجه اهي ادي الاف اي دي 450. طب في فورس اللي هي الفيرتيكال يا اولاد دي كانت ايه؟ اللي هي الاف سي دي دي كومبريشن. ها اه يبقى ارسمها كده اهي كومبريشن اهي. يعني ايه كومبريشن؟ بتضغط النقطه. ادي الاف سي دي الدكتور كان حاسبها 200. طب الفورس بقى الاف بي دي اهي هي دي ادي الاف بي دي هي دي الانون دي اللي انت هتدور عليها. طب هي عامله انجل ايه؟ عامله انجل ثيتا اللي هي برضو الكوزاين بتاعتها ب 3 اوفر 5 والساين ب 4 اوفر 5. فلو عملت لها ريزوليوشن اهي دي يا دكتور هنا تبقى 3 اوفر 5 اف بي دي وهنا هتبقى 4 اوفر 5 اف بي دي. طب انا عندي هو انون واحد يا شباب هو انون واحد والله. يعني انت مش محتاج عند نقطة دي ديت غير هي بس ايكويشن واحدة. طب والتانية مش محتاجها. طب انهي شكلها ابسط شوية؟ بتهيألي اعتقد يا ولاد سيجما اف اوف واي اهو. لو قلنا هنا ايه؟ سيجما اف اوف واي ايكوال زيرو. اللي فوق ايكوالز اللي تحت. يبقى 4 اوفر 5 اف بي دي. دي لفوق ايكوالز اللي تحت اللي هي الاف سي دي اللي هي ال 200. يعني الاف بي دي هتطلع بكام؟ الاف بي دي هتطلع 250 وهتطلع الحمد لله بوزيتيف.
ده معناها انها تنشن. بس كده خلصت المساله. طب يا دكتور حسين، ده انت كده فاضل لك 3 معادلات ما استخدمتهمش. والله لو انت حابب بقى وعندك وقت عايز تتشيك ان انت ارقام، يعني مثلا فور اكزامبل يا اولاد اهو، يعني مثلا هنا لو قلت سيجما اف اوف اكس، يلا عشان اتشيك انا خلصت على فكره، ها ما خلصت، انا هقول لك بس سيجما اف اوف اكس عشان نتاكد انا وانت ان ارقامنا صح. يلا هقول ايه هي سيجما اف اوف اكس تدي ايه؟ هتدي هنا 600، دي ناحيه اليمين يبقى بوزيتيف 600 ماينس 3 على 5 لانها ناحيه الشمال، الاف بي دي اللي هي 250 ماينس كمان الاف اي دي يبقى ماينس 450. بس لو الرقم ده يا اولاد ادى صفر يبقى احنا الحمد لله ارقامنا مظبوطه. انا بس انا كده يا اولاد على فكره انا الخطوه الاخيره دي انا دي زياده، انا بس بتاكد من ارقامي، لو انت مش عايز تعملها ما تعملهاش. فهتطلع كام يا اولاد؟ هتطلع صفر انا متاكد اكيد. خلاص يبقى انا بس اتاكدت ان احنا شغلنا مظبوط وارقامنا مظبوط. هاجي طالع فوق بقى اهو الرسمه اللي انا كنت رسمتها من شويه اهو، على ايه اهي ادي التراس تاني اهو، كل يا دكتور كل الممبرز اتعرف. خلاص نكتبهم تاني بسرعه اهو، ده 750 وكمبريشن، ده 450 وتنشن، ده 600 وكمبريشن، وده 200 وكمبريشن. طب والمايل ده طلع 250 وتنشن. حابب تحطهم جوه تيبل اوكي، مش حابب خلاص مش فارقه يعني، ما يعني ده لنفسك انت وانت بتذاكر يعني. طب بالنسبه يا دكتور للجوينت بي مش محتاجينها، انت لو انت فاضي وعندك وقت وعايز تشيك تكمل اوكي. طيب تعالوا نقول يا اولاد تعريف في منتهى الاهميه، important definition، the zero force members، the zero force members. في بعض الاحيان يا اولاد في بعض الاحيان في اي ترس وانت بتحل عشان تطلع الفورس في كل ممبر، في 3 احتمالات، يا الممبر يطلع تنشن، يا اما يطلع كومبريشن، يا اما الممبر يطلع زيرو. يعني ايه زيرو؟ يعني ما عندوش لودز، يعني الفورس اللي في الممبر نفسه بصفر. طيب يقول لك لو انت استنتجت الزيرو ممبر ده باي كالكوليشنز برافو عليك، لكن لو انت قبل بدايه حل اي مساله قدرت انت بمجرد النظر بمجرد رؤيتك كده تقول ان ده زيرو فورس ممبر، انت كده سهلت على نفسك الحسابات. لا مش فاهم حاجه يا دكتور. لا ايه علاقه اسهل على نفسي الحسابات ازاي يعني؟ اقول لك يا سيدي، يعني انا مثلا لو جبت لكم تراس ما شاء الله في 10 ممبرز، فانا لو حسبت على ال 10 كلهم يا اولاد هاخد وقت، لكن لو انا بشطارتي وبمجرد النظر كده استنتجت ان في 5 من ال 10 زيرو ممبرز، عارف ده معناه ايه؟ بتتخيل ان انت اكنك شلتهم من المساله، اكنهم لا وجود لهم، ما لهمش وجود. يبقى انت بدل ما تتعامل مع 10 لا انت بتتعامل مع 5، فانت كده وفرت على نفسك الايه؟ الوقت. طيب ازاي يا دكتور حسين بقدر استنتج الزيرو ممبرز بمجرد النظر؟ يقول لك في عندك حالتين مشهورين جدا 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 اهي، كيس 1 لو انت عندك 2 ممبرز يا اولاد، 2 ممبرز على استقامه واحده، اي ممبر هيخرج منهم، اي ممبر ثالث هيخرج منهم فهو على طول زيرو ممبر. هل الاثنين يعني مثلا ده لو الممبر اي بي وده الممبر اي سي، يبقى الممبر اللي خارج منهم يا اولاد اللي هو اسمه اي دي ده على طول زيرو ممبر، بس بشرط يا اولاد بشرط ان هو يبقى خارج لوحده، بمعنى ما يبقوش مثلا يعني هنا تو ممبرز مثلا اي دي وممبر تاني اسمه اي، لا شكرا خلاص، لا 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 دي ما بقتش حاله خاصه، لا لا يعني يا دكتور الاي دي في الحاله دي زيرو ممبر، لا. طب والاي اي؟ لا برضه. طب بلاش. طب لو هو لوحده وحطيت هنا اكسترنال لود مثلا 5 كيلو نيوتن ولا حاجه، لا برضه ما بقتش حاله خاصه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ده ما بقاش زيرو ممبر؟ لا زيرو ممبر. طب يلا معلش اهو
هل يا دكتور لازم يبقى خارج بيربنديكولر؟ لا على الاطلاق، اهو ممكن احط لك ده كده اهو، ادي الممبر اي بي، ادي الاي بي وادي الاي سي اهو، ممكن يبقى خارج كده اهو عادي خالص اهو. لو خارج منهم وهم على استقامه واحده برضو ده على طول زيرو ممبر. خلاص يا اولاد، يبقى لو انا عندي تو ممبرز، تو ممبرز خارجين على استقامه واحده، موجودين على استقامه واحده، اللي خارج منهم لوحده، اللي خارج منهم لوحده هو على طول زيرو ممبر. طب معلش يا دكتور ممكن تثبتها لنا بالحسابات؟ يا سيدي تؤمر. الحاله اللي فوق دي يا اولاد اهي، يا اولاد اهو، انا كان عندي ايه؟ ادي المسمار، ايه الفورس اللي عليه اهو؟ هيبقى عندك هنا اف اي بي، وهنا هيبقى فيه الفورس اللي هي الاف اي سي، وهنا هيبقى فيه الفورس اللي هي الاي دي. ببساطه شديده هنا لو قلت سيجما اف اوف واي ايكوال زيرو، على طول هستنتج ان الاف اي دي هتبقى ايكوال زيرو، يبقى فعلا الممبر اي دي، الممبر اي دي هيبقى زيرو ممبر. مره واحد حب يتخانق معايا يا اولاد، يقول لي طب افرض يا دكتور حسين لو الممبر مايل، اقول له يا ابني والله ما هتفرق، برضه هيبقى زيرو. طب اثبتها لنا يا دكتور اهو. يلا ادي الاي بي مثلا، وادي الاي سي، وادي يا عم الممبر اي دي مايل اهو، مايل بانجل ثيتا. حاضر، لو جيت رسمت الفورسز اللي على المسمار ايه يا اولاد اهو، هيبقى برضو هنا اهو، ادي الاف اي بي وكده هيبقى الاف اي سي، وادي يا عم ما تزعلش الاف اي دي وعامله انجل ثيتا. لو عملت لها ريزوليوشن اهو هيبقى هنا الاف اي دي ساين، وهنا الاف اي بي كوزاين. ماشي، لو برضو قلت سيجما اف اوف واي ايكوال زيرو ما فرقتش والله يا اولاد، على فكره سيجما اف اوف واي ايكوال زيرو هيبقى الاف اي دي ساين ثيتا ايكوال زيرو. اكيد اكيد يا دكتور حسين ساين ثيتا داز نوت ايكوال زيرو، ساين ثيتا اكيد داز نوت ايكوال زيرو. ما هو انا قايل لك ان هو مش على استقامتهم اكيد، يبقى ثيتا مش بزيرو والساين اكيد مش بزيرو، يبقى اكيد مين اللي بزيرو؟ برضه الاف اي دي هو اللي بزيرو. يعني ما فرقتش؟ اه ما فرقتش. خلاص يلا يا اولاد، اللي فهم الحاله ديت هديكوا فيجر، هديكوا شكل. دكتور معلش اسال سؤال. طبعا يا حبيبي اتفضل. هو مش الزيرو ممبر ده بيبقى ماسك من ممبر تاني تحت؟ اه. طيب ما كده هيبقى فيه اتنين رياكشن عامله. لا يا حبيبي، فقد الشيء لا يعطيه، يعني هو لو زيرو عند نقطة لما هتروح تحط الإفكت بتاعه عند النقطة التانية هيبقى زيرو برضه. خلاص تمام، فاهم حاجة؟ يعني أنت اسمك إيه؟ أنت اسمك إيه؟ أحمد، أحمد تامر. أحمد تامر، أنت اسمك أحمد تامر في البيت صح ولا لأ؟ لما هتروح الكلية هيبقى اسمك إيه؟ هيبقى اسمك محمد علي؟ هيبقى تمام. اسمك أحمد تامر برضه صح ولا لأ؟ تمام برضه هي ما فرقتش. يلا يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا ناخد اكزامبل وقولوا لي انتوا قولوا لي بالشكل دوت مين هم الزيرو ممبرز. دكتور انا عندي سؤال، هو احنا في الايكوليبريم لما كان بيبقى فيه ممبر يعني متصل بخط مستقيم، كنا بنعتبر يعني كنا بنعتبر ان هو عامل فورس وبنحسب له مومنت عادي، طب ليه هنا اعتبرناه ان هو بزيرو، او ليه طلع هنا بزيرو؟ لا قول تاني السؤال، قول تاني كده السؤال تاني معلش، قول تاني. احنا في الاكوليبريم لما كان بيبقى فيه مثلا ممبر متصل بممبر من نصه، مش من اتنين ممبر على نفس الخط، لا من ممبر بالنص، كان بيبقى ليه رياكشن عادي، ليه بقى لما بقوا اتنين ممبر برضو على نفس الخط ليه ما بقاش ليه رياكشن او بقى زيرو، يعني فرقت في ايه؟ حبيب قلبي يعني انا مش فاهم انهي حاله اللي انت بتتكلم عليها، ما تخليك في الحاله اللي قدامك دي. الحاله اللي قدامك انا عندي ده تو فورس ممبر يبقى بياخد فرصه على استقامته، وده تو فورس ممبر بياخد فرصه على استقامته هو كمان، وخارج منهم ممبر ثالث، فلما جيت طبقت سيجما اف اوف واي ادت زيرو، يعني ادي زيرو كل حاله وحالتها، يعني كل حاله. ناقشني هنا في الحاله اللي قدامك دي، في الحاله اللي قدامك هل الفورس اف اي دي هل تساوي صفر ولا لا؟ انا مش فاكر انت تقصد انهي حاله تحديدا، لكن هنا في الحاله اللي قدامي دي طالما ده بياخد فورس هوريزونتال وده فورس هوريزونتال، يبقى اللي خارج منهم فيرتيكال ده لوحده هيطلع سيجما الفورس في الواي بزيرو، يبقى لازم الفورس اي دي تبقى بزيرو.
بس في ايه المشكله يا اولاد في الحاله دي؟ يعني ايه المشكله في استنتاج ان ده زيرو ممبر؟ لا انا مش قصدي على دي، انا قصدي ان هو لو وصلنا ممبر بنص ممبر هتختلف ولا هتبقى هي هي؟ لا هتختلف اهو، يعني لو ده ممبر واحد اهو، ده ممبر واحد اهو، وصلته كده ده في نصه، خلاص الكلام اختلف، الكلام اختلف، الكلام اختلف، دول ما بقوش تو ممبرز، لا ده ممبر واحد، وقد يكون كمان مالتي فورس ممبر كمان. بس هو ده السؤال اللي انا كنت فالمقارنة غلط، المقارنة غلط، المقارنة غلط. بس لا ده مش زيرو ممبر يا اولاد، ده مش هيبقى زيرو ممبر، لان هنا الاتصال مختلف اصلا، حاله غير الحاله خالص خالص. انا دلوقتي بتكلم في تراس، فكل الممبرز اللي بيتكونوا ايه؟ كلها تو فورس ممبرز. يلا يا اولاد ده تراس يا اولاد اهو، استنوا كده استنوا عشان برضه اشرح لكم. عارفين يا اولاد، عارفين لما اقول لكم ان ده تراس عارفين تستنتجوا ايه؟ ان تخيلوا يا اولاد من اول نقطه اي فوق، ركزوا معايا يا اولادها، من اول نقطه اي لغايه نقطه بي، ما ينفعش كل ده يبقى حته واحده. اه كده فهمنا يا دكتور حسين، يعني حضرتك قصدك تقول ان لازم اي دي، اي دي ده ممبر لوحده، والدي سي ده ممبر لوحده، والسي بي ممبر لوحده. حد فاهم حاجه يا اولاد؟ يا اولاد يا شباب، ايوه طالما ايوه قلت لك ان ده ايوه تراست، ان بعض ده كده. تراست، يبقى لازم كل تقطع. المهم ما علينا، يلا قولوا لي كده، خدوا وقتكم، يعني خدوا وقتكم من غير ما تستعجلوا. في الشكل اللي قدامكم ده يا اولاد، ايه الممبرز، الممبرز اللي بتحقق كيس 1 اللي الدكتور حسين قال عليها، وبناء عليها بمجرد النظر اقدر اقول ان الممبر ده زيرو فورس ممبر على طول. اي دي واي سي يا دكتور. اي دي واي سي، اي دي واي سي، صح، برافو عليكم. ده اهو، بص يا اولاد، عندك الاي دي، الاي دي على استقامه الدي سي وخارج منهم واحد اهو، يبقى ده زيرو ممبر. طب وبنفس الكلام برضو الدي سي، الدي سي والسي بي دول يا دكتور على استقامه واحده وخارج منهم واحد كده لوحده، يبقى ده على طول زيرو ممبر. يبقى على طول اهو، اهو الاف اي دي، الاف اي دي هتبقى ايكوال زيرو من غير حسابات على فكره، ها، والاف اي سي برضو يا دكتور هتبقى زيرو ممبر، يعني الفورس دي بزيرو. طب في اي ممبرز تانية بتحقق الكلام ده؟ طيب مين فيكم شاطر يقول لي لو جبت لكم نفس المساله هي هي بس غيرت حاجه كده، افرض ان كانت جت لكم قمت حاطط هنا مثلا اكسترنال لود 3 كيلو نيوتن مثلا، ايه اللي هيتغير؟ هتبقى اي دي بس. ساعتها هيبقى ده اللي زيرو ممبر يا اولاد، لكن وجود اللود ده، وجود اللود مش هيخلي الممبر اي سي زيرو ممبر، خلاص الحاله الخاصه راحت. لا حضرتك بتقول يا دكتور الحاله الخاصه راحت، يعني ايه الحاله الخاصه راحت؟ خلاص ما بقتش موجوده. ما هو الحاله الخاصه لازم تبقى without any external loads. طب لو حطيت هنا يا اولاد external load مثلا 2 كيلو نيوتن، ايه رايكم؟ يبقى كده مفيش، مش تبقى بزيرو، كده مفيش بقى، لا لا كده مفيش، كده مش هيبقى فيه زيرو ممبرز. بس دكتور بعد اذنك ممكن اسال سؤال؟ قول يا حبيبي. هو الزيرو فورس ممبر ده في الحياه العمليه، ان انا لو شلت حته الحديده دي اللي هي مثلا اي سي او اي دي مش هتاثر في حاجه؟ برافو عليك، بس هي في الحاله العمليه انا مش بشيلها، انا مش بشيلها. يعني اقول لك على حاجه، ايه الفرق مثلا ما بين الكوبري مثلا، ايه الفرق ما بين الاحمال اللي على الكوبري الساعه 2 الظهر والساعه 3 بالليل؟ ايه رايك؟ ايه الفرق؟ تعرف تقول لنا ايه الفرق؟ الظهر بتبقى اتقل عشان العربية لا مش بتبقى عليها اتقل، اكتر. الله يفتح عليك، عارف انت بالظبط زي الموظف اللي هو طول النهار مثلا شغال وبتاع وردية بالليل نايم، فهو ما فيش لودز عليه في الوقت ده، ده مش معناه ان انا اشيله افكه واشيله، فاهم حاجه؟ هو موجود، هو موجود بس في وقت هو لودد وفي وقت نوت لودد. طب انا بالنسبه لي انا بقى كراجل مهندس، تفرق معايا ايه؟ تفرق معايا في الحسابات، ان انا بتعامل مع الزيرو فورس ممبر ده كما لو كان مش موجود. انا بقول لك تخيل ان انت هتشيله، لكن انت فعليا انت مش هتشيله، هو موجود، هو في اللحظه دي نوت لودد، فهو اوريدي الفورس اللي عليه زيرو، لكن لو انت حبيت تحمله في اي وقت باي فورس هو جاهز، هو موجود. تمام يا حبيبي. طب تعالوا اولاد ناخد الحاله الثانيه برضه.
قولي في السؤال بيحدد لي هو يعني مثلا اللي هي اي بي دي هيحدد لي هو ده جسم واحد ولا يعني اجزاء متركبه في بعض؟ لا طبعا لا طبعا هو هيحدد لك من نص السؤال يا ماما. وعارفه وانس ان هو قال لك يا باشمهندسه وانس ان هو قال لك ان ده ترس اول ما اقول لك كده فور ذا ترس شون ان ذا فيجر خلص الكلام خلص الكلام. طالما قال لك ان ده ترس اعرفي ان كل الممبرز اللي فيه كلها تو فورس ممبرز فما ينفعش ممبر يبقى متوصل للاخر والا هيعامل معامله المالتي فورس ممبر. وصلت ولا لا؟ يعني انا مجرد ما قلت لك في الهيد اوف ذا بروبلم فوق ان ده ترس خلصت يبقى هما اجزاء مش هينفع حاجه تبقى متوصله. تمام. يلا يا اولاد كيس 2 العفو كيس نمبر 2 يقول لك لو انت جالك تو ممبرز نوت connected on the same straight line. يعني بص يا اولاد اهو لو جالك تو ممبرز كده ادي اي بي واي سي او كده يا عم ادي اي بي واي سي او حتى كده اهو كده اي بي واي سي يا دكتور لو جالي نقطة اتصال تو ممبرز يا ولاد مش على نفس اللاين بأي وضع من التلاتة بس بشرط ما يبقاش معاهم ممبر تالت ما يبقاش معاهم أي سبورت عند نقطة الاتصال ما يبقاش معاهم أي اكسترنال لود لو جالي الاتصال ده كده بس خلاص يبقى ده زيرو ممبر وده زيرو ممبر ده زيرو ممبر وده زيرو ممبر ده زيرو وده زيرو. طب معلش يا دكتور لو حطيتهم مثلا كونكتد بأي سبورت أهو هجيب لك تو ممبرز كده هم أهو أهو وده كده بس حطيت هنا كده بين كونكشن خلاص ما بقتش حاله خاصه خلاص يعني ده يبقى زيرو يا دكتور لا طب وده يبقى زيرو لا لازم يبقى متوصلين اتصال حر ما فيش اي حاجه معاهم. طب يا دكتور لو جالي تو ممبرز كده اهو اهو وقمت حطيت هنا مثلا اي اكسترنال لود 5 كيلو نيوتن لا برضه خلاص هو ايه اللي خلاص يا دكتور لا ما بقتش حاله خاصه. ومال الحاله اللي حضرتك بتتكلم عليها ان هما الاثنين يبقوا كونكتد لوحدهم خالص وهما الاثنين مش على نفس اللاين مش على نفس الاستقامه مش على استقامه واحده. طيب يلا هديكوا يا اولاد اكزامبل قولوا لي مين فيهم او ايه الممبرز اللي بتحقق الحاله الثانيه دي. يلا يا اولاد بصوا كده محدش يستعجل ها في التراس اللي قدامكم ده ايه الممبرز اللي بتحقق الكيس نمبر 2 وبناء عليها هيبقوا زيرو ممبرز دي سي ودي اي دي سي ودي اي وايه برافو عليك ده زيرو ده زيرو صح واي بي واي اف صح اي بي واي اف اي بي واي اف برافو عليكم صح. طب سؤال يا اولاد سؤال لما هقول ركزهم في كلامي ها بعد ما قلت ان الدي سي الدي سي والدي اي دول زيرو ممبرز هاجي عند نقطه سي هل ينفع بقى اقول ان السي اي والسي بي هم كمان برضو بيحققوا الكيس نمبر 2 فهيبقوا زيرو هم لا مش هينفع ايه رايكم في عليهم فور سي عليهم فور دول هيبقى عليهم فور صح ولا لا؟ ايوه يعني معنى إيه؟ كده ان ده لا ده نوت زيرو ده نوت زيرو لا يا دكتور تمام. طب لما هنا يا اولاد هطلع برضو انت قلت ان الاي اف انتوا اللي قلتوا مش انا ان الاي اف زيرو ممبر طب ما انت عندك بعد كده الاف اي والاف بي دول هم مش على استقامه واحده هل ينفع اقول ان الاثنين دول زيروز؟ لا لا في بنت عشان في سبورت برافو عليك عشان في سبورت يمنع الكلام ده بس وبناء عليه. طب هنا يا اولاد معلش في الشكل ده هل في اي ممبر بيحقق الكيس نمبر 1 الحاله نمره 1 بصوا كده وقولوا لي لا يعني مثلا عند نقطه بي يا اولاد بصوا كويس عند نقطه بي نقطه بي هل البي اي او البي اف بيحقق الحاله الاولانيه بتاعتنا الكيس نمبر 1 لا برافو عليكم.
والله يا دكتور هو لو كان لوحده، بص لو كان يعني لو كان ممبر لوحده كنت هقول لك اه، لكن في طالما عندي نقطه بي ديت خارج تو ممبرز، تو ممبرز لا، يبقى الحاله مش متحققه، يبقى لا البي اف لا البي اي زيرو ممبر ولا البي اف كمان زيرو ممبر. لا طب خدوا بقى اكزامبل وقولوا لي عدد الزيرو ممبرز كام هنا. دكتور ممكن اسال سؤال في المساله اللي قبلها؟ اه اسالي. هو لو ما فيش فورس عند ال، ممكن بس حضرتك تجيب الشكل عشان اسال حضرتك. اه اهو لو ما فيش فورس عند سي، عند سي اه هيبقى سي اي وسي بي زيرو فورس ممبر عادي. اه هيبقوا الاثنين زيرو ممبرز. برافو عليك، سؤالها حلو يا اولاد. لو البي دي مش موجوده، لو البي دي مش موجوده صح، في الحاله ديت بعد ما استنتج ان السي دي والسي اي زيرو ممبرز هنزل تحت، هيبقوا برضو السي اي والسي بي لوحدهم وذاوت ان اكسترنال لودز، كان برضو ده هيبقى زيرو ده هيبقى زيرو. بس ده في حاله ايه يا اولاد؟ لو الفورس بي ديت مش موجوده. سؤالك كويس يا بنتي صح. استني ده على فكره ده كده المساله كانت هتخرب خالص. عارفين ليه بقى؟ ليه؟ كملوا معايا بقى. ما هو ساعتها لما كنت هروح عند نقطه اي، عند نقطه اي ما خلاص، ما انت قلت ان الاي دي اللي فوق زيرو والاي سي زيرو. طب هنا عند نقطه اي بقى مين اللي فاضل؟ هيبقى فاضل اي اف واي بي، برده كان هيبقوا زيرو هما الاثنين. حد فاهم حاجه يا اولاد؟ اه تمام. تاني اخر حته مين هيبقى بزيرو؟ اف اكس واف واي هيبقوا زيرو صح؟ سيجماز الايه؟ السيجما فورس في الاكس بزيرو والسيجما فورس في الواي بزيرو. بالظبط كده اه. برافو عليكم صحيح. طب يلا خدوا الاكزامبل اللي جاي ده. What is the number of the zero force member in the shown truss؟ بنتنا اللي كانت سألت سؤال من شوية، أول ما بقول لك يا بنتي ده truss أهو، truss معناه ايه؟ ان مثلا مش من حقك تعتبر ان سي اي كل ده يا اولاد ممبر واحد. نعم يا دكتور، السي اي مش ممبر واحد، لا لا لا، هو سي دي ودي اي. نفس الكلام السي بي ده ممبر والبي اي ممبر. ايه السؤال يا دكتور؟ وات ذا نمبر، وات ذا نمبر اوف ذا زيرو فورس ممبرز ان ذيس تراس؟ عدد الزيرو ممبرز هنا كام؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا كام يا أولاد؟ خمسة. خمسة. حد عنده إجابة تانية؟ سبعة. 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 ستة. ستة. هو الـ B والـ F دي هيبقوا زيرو علشان على استقامة الـ AC والـ CE الكيس 1. انت قلت مين؟ انت قول لي كده، قول عايز تقول مين، قول تاني. ال بي اتش وال اف دي، ال اف دي بس معلش اتلخبط، ال بي اتش عندها لود. ايوه برافو عليك، صلح كده صلح. بعد كده علشان ال اف دي طلعت بزيرو عند نقطه اف، هيبقى ال سي اف بزيرو. جدع يا ابني برافو عليك صح. الراجل ده بيتكلم كلام محترم يا اولاد. ده زيرو ممبر ليه؟ اهم دول على استقامه واحده وده خارج منهم. طب لما تستنتج ان ده بزيرو يعني اكنه مش موجود، خلاص شيله من حساباتك، يبقى عندك الاف جي، الاف جي والاف اي على استقامه واحده، يبقى الاف سي اللي خارج منهم هو كمان زيرو ممبر. يبقى كده كام زيرو ممبر لغايه دلوقتي؟ اتنين. طب عندك الجي اف اهو يا اولاد، الجي اف والجي اتش على استقامه واحده، يبقى اللي خارج منهم اللي هو الجي سي ده هيبقى زيرو ممبر. كده خلصت خلاص، مفيش حاجة. اللي عمال يقول لي بقى خمسة وسبعة وثمانية، لا هما ثلاثة بس يا أولاد أهو، 3 zero members. إيه ده بس يا دكتور؟ أه والله بس مفيش غيرهم على فكرة. طب والبي اتش؟ إيه؟ في لود من فوق. جي سي عليها يا ابني. ماشي يا حبيبي، أنا مالي ومال فوق يا أولاد، أنا مالي ومال فوق. أنت عارف ده معناه إيه؟ لما أنت تروح فوق إن شاء الله يبقى اعتبر الجي سي مش موجود خلاص. ما انت اثبتت ان هو زيرو ممبر من تحت، فلما هاجي ادرس نقطه سي فوق حتى في وجود اللود هعتبر ان الممبر جي سي اكنه مش موجود.
يا اولاد خدوا بالكم، انت مش محتاج تثبت ان الممبر زيرو ممبر من الناحيتين، كفايه من ناحيه واحده، كفايه من ناحيه واحده اثبت لك ان هو زيرو ممبر، خلاص خلص الكلام. بس يعني هنا يا اولاد، هنا لو انت درست الايكوليبريم بتاع الجوينت جي جي ديت، مش هتقول سيجما الفورسز في الواي ايكوال زيرو؟ اه، يبقى هتستنتج ان الفورس في الممبر جي سي بزيرو. تمام، شكرا يا دكتور. طب لما اروح يا دكتور، استنى لما اروح ادرس بقى عند الجوينت سي فوق، ماشي، اعتبر ان الجي سي مش موجود. طب سؤال يا اولاد، ليه الدكتور ما قالش البي اتش زيرو ممبر؟ حد يقدر يقول لنا ليه ده مش زيرو ممبر للبي اتش ده؟ لود الفورس عليه لود. برافو عليك، ايوه صح كده، ايوه تمام. طب ليه يا اولاد، معلش، ليه الاي اتش والاي بي ما هم مش على استقامه واحده، اللي هي الحاله الثانيه صح؟ ليه ما اقولش الاي بي والاي اتش زيروز؟ عشان في سبورت. برافو عليك. ونفس الكلام برضو عند نقطه اي، في عندك اي دي واي اف، لا ما ينفعش برضو بسبب وجود السبورت ده. يبقى هنا النمبر اوف زيرو فورس ممبرز ان ذيس تراس ار او از 3 بس 3. طب اف the 2 كيلو نيوتن لود از ريموفد، لو اللود ده اولاد اتشال في الحاله دي، مين شاطر يقول لنا العدد بتاع زيرو ممبر زي ده؟ 5 هيزيدوا 2 ساعتها، صح، هيبقى ساعتها البي اتش والاتش سي، صح كده، يبقوا ساعتها 5. معلش عندي سؤال، قولي. هو ليه ال سي دي ده ما يعتبرش زيرو ممبر؟ ال سي دي اه ليه زيرو؟ ليه يبقى مرت ايه يعني؟ قول لنا ايه الاثبات بتاعك اللي هو كيس 2 في 2 فورس كده معمولين فري كونكشن. بتقول السي دي صح؟ السي دي ديت ده اه، انت عايزه تقولي ايه ده؟ فين هم؟ اه قولي. يعني مثلا سي دي او مع سي جي او سي اف. طب ما انت لسه عندك سي اتش وسي بي، كل دول تجاهلتيهم ليه؟ وفي كمان اكسترنال لود بخمسه، كل يعني دول تجاهلتيهم ليه؟ يعني ده ما ينفعش عشان الاكسترنال لود اللي في الحته. ايوه طبعا. لا. اه طبعا. تمام، شكرا. معلش يا دكتور، ممكن حضرتك بس تقول كيس 2 تاني اللي هي كيس 2؟ كيس 2 اهي كيس 2، ان يبقى عندك 2 ممبرز مش على نفس اللاين كده. ادي اي بي، كيس بي سي، ممبرز مش على نفس اللاين بالشكل اللي انا قلت عليه ده. لو تواجد تو ممبرز مش على نفس اللاين كده، خلاص يبقى كل من هما زيرو ممبر، ده زيرو ممبر وده زيرو ممبر وده زيرو. تمام، شكرا. عفوا حبيبي. يلا ولاد، for the truss shown in the figure، for the truss shown in the figure. الquestion number one، what is the number، what is the number of the zero members، what is the number of the zero force members if the، لا خلاص البي ديت يا ولاد، معلش البي دي بكام؟ ب 800 800 باوند. لا خلي السؤال عادي، يلا السؤال الاولاني يا اولاد، what is the number of the zero force member in this truss؟ 1 بي اي بس 1 البي اي، يبقى بي اي. طب السي دي ما يمشيش معاكو؟ دي حته صايعه شويه يا اولاد، معلش هي صعبه، انا عارف هي صعبه، ودي كنت ممكن استنتجها. اقول لكم ليه، اقول لكم ليه، اقول لكم ليه. بصوا يا اولاد، هو ايه نوع السبورت اللي عند سي؟
ده رولر يا دكتور، هياخد رياكشن واحد بس اللي هو مين؟ سي اكس. فلو انت هنا اعتبرت السي اكس ده اكنه رد، وعلى استقامته البي سي، على استقامته البي سي، يبقى اللي خارج منهم مين؟ السي دي. يبقى كما لو كان الكيس 1 بتتحقق. طبعا هنا في ناس فيكم هتتخانق معايا رسمي رسمي، تقول لي لا يا دكتور حسين والله لو كنت عملت ايه ما كنتش اعرف استنتجها. حلو جدا، حلو. انت هيجي لك السؤال في الامتحان، هدي لك اربع اختيارات، هقول لك ايه، واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة مثلا. فانت هتعمل ايه؟ زي ما كلكم عملتوا كده، هتختار ايه؟ الاجابة واحد اللي هو البي اي، صح كده؟ طب لو انت وانت بتحل، انت هتحل بعد كده اثناء الحل، انت هتستنتج ان السي دي هو كمان بصفر. خلاص هنا مش عيب بقى، مش عيب، خلاص اجي راجع تاني في اجابتي واجي مصلح. عشان كده اولاد بنقول لكم يعني خلوا دايما خطوة التظليل في الاخر. وطبعا في الامتحان يا اولاد يعني برضو والله هترجعوني تاني برضو للميد تيرم، يعني حالات غريبة الشكل حصلت. اللي يقول لي لا اصل انا كنت بختار رأسي، يعني ايه يا ابني كنت بتختار رأسي؟ كنت بختار بالكولوم مش بالرو. يعني تخيلوا يا اولاد، لا يعني هو نفسه عمل الامتحان، عمل الامتحان حوالي مثلا 8 اسئله ولا 9 اسئله. يعني الدكتور قايل له ان الميد تيرم عليه 25 درجه و25 سؤال ام سي كيو، 25 سؤال اهو، كلام واضح والاسئله منفصله ومرقمها لك من 1 لغايه 25. لا لا لا، في ناس جالها قلب عادي خالص خالص خالص، اختارت بس 8 اجابات ولا معرفش ايه اللي هي اختيارات رأسيه، معرفش ازاي اول مره في حياتي اشوف الكلام ده، معرفش. المهم يعني ما علينا. فانت هنا بعد ما هتحل، لو اكتشفت وانت بتحل ان عندك فيه زيرو ممبرز تاني، خلاص اوكي ضيفه بس، فصلح اجابتك. طيب مين شاطر يقول لي if the external load، اعتبرنا ان السي دي دوت زيرو ممبر علشان السي اكس دوت برضه هوريزونتال كومبوننت احنا اللي حطيناه. ايوه يا بنتي، ما انت كده كده لما هتيجي تحسبي عادي خالص وانت سايبه ايدك اصلا، يعني وانت في اثناء حل المساله هتكتشفي ان الفورس اف سي دي بزيرو اصلا. اوكي تمام. طب يلا يا اولاد، اف ذا فورس بي، اف ذا فورس بي از ريموفد، اف ذا فورس بي از ريموفد، وات از ذا نيو نمبر اوف ذا زيرو فورس ممبرز ان ذيس كيس؟ 3. هيبقى أربعة بقى يا ابني انت وهو بقى. أربعة. انتوا برضه لسه مصدقين على أربعة. بي وإي إف. لو ده دكتور اتشال، لو ده اتشال هيبقى ده زيرو ممبر وده زيرو ممبر، صح كده؟ طيب خلاص، ويتضاف ليهم الاثنين التانيين دول هيبقى أربعة. طب لا، لو يا دكتور لو هو موجود بقى. يس دكتور. لو الفرصة دي موجودة. خلاص يبقى النمبر اتنين بس. طب يلا يا أولاد، مين شاطر يحل لنا المسألة دي في الحالة دي بقى؟ Find the force in all members. Find the force in all members in this case. والله يا دكتور هشتغل على الاكسترنال تراس الأول. هنا عندي C، هيبقى في عندي CX بس لأن ده رولر. عند نقطة دي هحط two reactions DX، ومثلا نحط كده DY. يلا أولاد، ممكن أبدأ أطبق أنهي شرط اتزان؟ سيجمال مومنتس مثلا around D أهو. سيجما المومنتس الراوند دي ايكوال زيرو، هيبقى 800 بالبوزيتيف. مين شاطر يقول لي يا اولاد ال 800 تتضرب في كام؟ في 9. في 9. وال 500 برضه هتبقى بالبوزيتيف في 6. والسي اكس، لا السي اكس هتبقى كلوك وايز، ماينس السي اكس 3 ايكوال زيرو. يبقى السي اكس هتطلع بكام؟ هتطلع رقم كبير على فكره. حد يقول لنا اولاد السي اكس هتطلع بكام؟ 3400 باوند. طب لو قلنا سيجما اف اوف اكس ايكوال زيرو، هيبقى الرايت ايكوال زي الليفت، يبقى الدي اكس ايكوال زي سي اكس اللي هي برضو 3400. طب من سيجما اف اوف واي اللي فوق ايكوال زي اللي تحت، سيجما اف اوف واي ايكوال زيرو، هيبقى الرياكشن دي واي ايكوالز ال 500 بلس 800، هيطلع 1300 باوند. طب لو هشتغل بعد كده يا اولاد بالميثود اوف جوينتس، عايز حد بس شاطر
يقول لي انهي جوينتس انهي جوينتس هتبقى افيلابل تو بي ستاديد. يلا انت طلعت ايه دلوقتي؟ والله يا دكتور انا طلعت سي اكس اهي، دي طلعت 3400 ودي برضه 3400 ودي 1300. دلوقتي ايه الجوينتس اللي متاحه ان انا ابدا بيها؟ طبعا البي دي ب 800 ايه ودي سي ايه او سي جوينتس الايه او سي. طب والاي؟ تخيلوا ولادي ان الاي رغم ان عندها تو انونز بس بمجرد ما انت استنتجت ان ده زيرو ممبر تخيلوا انت هنا لا تملك الا ايكويشن واحده. لا دكتور مش فاهمين حضرتك تقصد ايه. يعني انا عندي اي هنا سيجما اف اوف واي خلاص كانسلت، ما انا استنتجت منها ان ده زيرو ممبر، فانت عند نقطه اي رغم ان انت عندك تو ممبرز بس لكن ما عندكش غير معادله واحده فمش هينفع ابدا بيها. لا طب الاف؟ لا زحمه، نقطه اف زحمه. البي زحمه الزحمه. الدي؟ الدي بصوا الدي لا هنعتبر ان انا طبعا انا ما استنتجتش ان بقى السي دي زيرو ممبر. يعني انا بتكلم كما لو كان ان ما حدش فيكم خد باله ان ده زيرو ممبر. عارفين لو انتوا استنتجتوا ان ده زيرو ممبر كنت ممكن تبدا بنقطه دي. اشمعنى يا دكتور مش فاهم ليه؟ اشمعنى يعني؟ ما هو لو انت استنتجت ان ده زيرو ممبر يبقى في الحاله ديت عند نقطه دي هيبقى عندك تو انونز بس. فساعتها كنت ممكن تبدا بيها. لكن في الوضع الحالي كده يا دكتور في الوضع الحالي انا عندي نقطه سي جاهزه ونقطه ايه؟ وهبدا بسي اسهلهم على الاطلاق اهي. يلا. نمره واحد الدكتور بيقول هيبدا بالجوينت اللي اسمها سي. ايه اللي موجود اهو؟ هيبقى فيه الهوريزونتال رياكشن سي اكس اللي هو اوريدي ب 3400. وفي عندك فورس اسمها اف بي سي، حضرتك قلت لنا دايما افرض الفورس استنشن. وفي فورس اللي هي الفوق اللي هي الاف سي دي اللي احنا هنثبت انها زيرو. يلا اولاد لو قلت سيجما اف اوف واي ايكوال زيرو، ان سيجما اف اوف واي ايكوال زيرو هقدر استنتج يا دكتور ان الاف سي دي بزيرو اهو، يبقى ده فعلا زيرو ممبر. طب من سيجما اف اوف اكس ايكوال زيرو، من سيجما اف اوف اكس ايكوال زيرو اليمين اليمين ايكوالز الشمال. يبقى من هنا هقدر استنتج ان الاف بي سي بنيجاتيف 3400، نيجاتيف 3400 باوند، ده معناها انها كومبريشن. طبعا انت في الامتحان الرسمه بتبقى قدامك مش كده اهو. انا طبعا هنا مضطر احطها كل شويه، احط الرسمه كل شويه. دكتور ايه اللي انت استنتجته دلوقتي اهو؟ استنتجت يا ابني ان ده زيرو وده 3400 كومبريشن. طب اروح بعد كده لمين؟ ممكن اروح للجوينت ايه؟ ممكن على الرسمه نفسها اهو. هنا هحط ايه؟ دي الاف اي بي ودي كده يا اولاد هتبقى اسمها الاف اي اف. الانجل يا اولاد كام؟ 3 في 3 يعني الانجل دي 45. لو عملت لها ريزوليوشن اهي هيبقى هنا الاف اي اف كوزاين 45 وهنا يا اولاد هنا يا دكتور الفورس دي هعمل لها ريزوليوشن كده اهي اهي. هتبقى الاف اي اف ساين 45. طيب انهي احسن ابدا بيها عند نقطه ايه؟ والله والله يا دكتور الافضل سيجما اف اوف واي افضل بكتير باينه يعني لان هيبقى فيها انون واحد. يبقى لو قلنا سيجما اف اوف واي ايكوال زيرو اللي فوق ايكوالز اللي تحت يبقى الاف اي اف في ساين 45 اللي فوق ايكوالز ال 800 اللي تحت. يبقى الفورس اف اي اف هتطلع 800 جذر 2. طب يا دكتور دي طالعه بوزيتيف صح؟ ده معناها انها تنشن. طب تعالى نكمل برضو عند الجوينت ايه. يلا يا اولاد من سيجما اف اوف اكس ايكوال زيرو الرايت ايكوالز الليفت يبقى الاف اي بي بلس الاف اي اف كوزاين 45 ايكوال
زيرو. ودي الترم ده كده الناحية التانية بالنيجاتيف وعوض عن الـ FF اللي انت طلعتها، يبقى الـ FAB هتطلع ماينس 800 جذر 2 في الكوزاين اللي هي 1 على جذر 2. يعني هتطلع في الآخر الـ FAB يا ولاد اهي، يبقى الـ FAB هتطلع نيجاتيف 800 نيوتن، ده معناها انها كومبريشن. طب معلش يا دكتور بقى قول لنا الوضع اللي انت وصلت له دلوقتي اهو اهو. اهو يا ولاد في اللحظه دي كده لو انا هقيم يعني اللي انا وصلت له، ده طلع 800 كومبريشن، وده طلع 800 جذر 2 بوتنشال، وده طلع 3400 وطلع كومبريشن، وده زيرو وده زيرو. مين شاطر يقول لنا يا اولاد هتكملوا ازاي كده؟ انا في الغالب هسيبها لكم انتوا تكملوها بقى. ها يا اولاد قولوا انتوا هتكملوها ازاي؟ نروح على اف عند الاف. انت عندك نقطه بي جاهزه دلوقتي على فكره، تخيلوا نقطه بي جاهزه ونقطه اف جاهزه. معلش يا اولاد صلحوا لي، هل نقطه بي انا قلت نقطه بي جاهزه مظبوط ولا غلط؟ نقطه بي كده عندها كام انون؟ اثنين اف اثنين صح. بس بيني وبينكو عارف لو انت بتتكلم صح احسن تبدا بنقطه دي. تخيلوا ايه ده بجد ده ما فيهاش غير واحده فورس مان. نقطه دي نقطه دي انت كنت تطلع، انا فاكر اقول لك كنت مطلع ده 3400 وده 1300 اهو. يعني انا لو بختار دلوقتي ابدا ببي ولا باف ولا بدي، لا هبدا بدي طبعا احسنهم على الاطلاق النقطه دي ولا نقطه دي، لان خلاص ما انا استنتجت ان الممبر سي دي زيرو، فهنا معايا تو انونز. بس يكفي ان انا لما هعمل ريزوليوشن هعمل ريزوليوشن لممبر واحد بس اللي هو البي دي ده، والباقي كله هوريزونتال وفيرتيكال. بس لو درست الجوينت دي كده هيبقى فاضل لي بس مين؟ كده هيبقى فاضل لك ممبر واحد اللي هو في الغالب اللي هو الاف بي ده، يا تجيبه من البي يا تجيبه من الاف، براحتك مش هتفرق. خدوا بالكم من حاجه مهمه كمان يا اولاد، ايه هي؟ مش انت استنتجت يا دكتور ان البي اف ده زيرو ممبر؟ يبقى التو ممبرز اللي على استقامه واحده يا اولاد هما الاثنين بيساووا بعض. لا مش فاهمين، يعني الممبر دي اي هو نفسه هيبقى الممبر اي اف. فلو انت حسبت واحد فيهم مثلا يا اولاد مثلا طلع 500 كومبريشن، يبقى لازم الثاني يطلع 500 كومبريشن. طب يا دكتور لو انا حسبت واحد فيهم طلع 600 تنشن، خلاص يبقى الثاني 600 تنشن، ما هما الاثنين خلاص على استقامه واحده. فلما تيجي تدرس الايكوليبريم بتاع الجوينت بتاعتهم لازم هتطلع الممبر ده قد الممبر ده بالظبط. فانت هنا مش محتاج، يعني لو انت حسبت واحد فيهم مش محتاج تحسب، خلاص يبقى الثاني على طول زي. دكتور هو مش المفروض يكون عكس اتجاهه؟ لا طبعا ما هو عكس اتجاهه اهو، ما هم لو واحد بيضغط يبقى الثاني هيضغط اهو اهو، ادي البوينت اي. لو انت استنتجت ان ده ادي الفورس اللي هي الاي دي، يبقى الثانيه برضو هتبقى لازم تبقى كده عكسها، برافو عليك، اللي هي تبقى الفورس اي اف. ها لو ده كومبريشن يبقى ده كومبريشن. طب لا لو واحد فيهم بيشد اهو، ادي الاف اي دي، يبقى الثاني لازم يشد برضو، ادي الاف اللي هو الاي اف. تمام فاهم حاجه؟ تمام ميرسي. يعني يا الاثنين بيضغطوا يا الاثنين بيشدوا، فنفس نفس الفورس ونفس النوع. تمام. في اي سؤال يا اولاد؟ دكتور في اي سؤال؟ يس دكتور اتفضل. يس هاو دو وي جيت ذا انون زيرو فورسز ممبرز؟ يس the zero force members, how are we getting them? I said that we have two cases. Case number one, if we have two members along the same straight line, then the third member gets out from them, then it will be zero force member. This is case number one. And case number two, if we have two members not directed along the same straight line, then both of them
will be zero force member. Aho. We have, if we have two members not directed along the same straight line, then both of them will be zero force member. Okay. A, B, A, C. These are zero force members, sir. صح. Yes. Okay. أي سؤال تاني يا أولاد؟ Thank you. بص يا أولاد شوية كده خلاص كده المحاضرة خلصت خلاص. شوية كده هفتح لكم هبعت لكم هنا على المايكروسوفت تيمز اللينك بتاع الاستبيان ها. خشوا اعملوه على طول. يعني الساعة كام دلوقتي؟ 11 ونص اهي. طيب تمام. يعني ممكن على الساعة يعني هبتدي على بس هبتدي من 12 الى ربع. ممكن ابتديه لكم من 12 الى ربع وهبقى فاتحه لمدة نص ساعة. وهبعت لكم اللينك هنا على المايكروسوفت تيمز. خشوا اعملوه على طول لان ادارة الكلية طلبها ضروري يعني. تمام ماشي يا دكتور. اوكي يا اولاد. ماشي اتفضل. افترض الكومبريشن والتنشن مع الفورسز نفسها ولا مع الرياكشن بتاعها؟ لا قلت تاني يا حبيبي قول. الكومبريشن والتنشن مع الفورسز نفسها ولا مع الرياكشنز؟ لان انا كده بطلع رياكشنز والفورسز صح؟ لا 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 طبعا لا. هي يا حبيبي لو الفورس كومبريشن هيبقى الرياكشن بتاعها كومبريشن، ولو الفورس تنشن هيبقى برضو الرياكشن بتاعها تنشن عادي خالص. ازاي مش الفورس عكس الرياكشن؟ لا ما هي عكسه يا ابني، بس بتدي نفس الافكت. لا حول ولا قوه الا بالله. بص يا حبيبي اهو الفورس هنا ايه كومبريشن صح ولا لا؟ ادي الاف اي بي وادي مثلا الاف اي بي. حلو كده. لو انت جيت المسمار بتاعها اهو اهو ده تاثير، ده المسمار اللي اسمه مثلا ايه مثلا، وده المسمار اللي هو اسمه ايه. هنا حبيبي الفورس ايه؟ الفورس كومبريشن صح ولا لا؟ هتاخد الافكت بتاعها على المسمار برضه هيبقى كومبريشن. والله فاهم حاجه؟ ايوه ايوه. لو الفورس تنشن برضو الرياكشن بتاعها هيبقى تنشن. يا حبيبي بقول لك ايه، بص يا حبيبي بص انت وانت قاعد دلوقتي معلش لو في جنبك حيطه ولا حاجه اضغط على الحيطه بايدك، اضغط على الحيطه يعني زق الحيطه بايدك انت كده تاثيرك على الحيطه ايه؟ كومبريشن. خلاص يبقى الافكت بتاع الحيطه على ايدك هيبقى ايه؟ هتشدك ولا هتضغطك هي كمان؟ هتضغطني. برافو عليك اهو. يبقى لو الفورس كومبريشن هتلاقي الرياكشن كومبريشن. خلاص لو انت بتشد يبقى الرياكشن برضو تنشن. ففاقد الشيء لا يعطيه يا ابني. لو الممبر نفسه نوع الفورس اللي فيه كومبريشن يبقى رد الفعل بتاعه على اي ممبر متوصل بيه كومبريشن. لو الممبر نفسه هو انتنشن هو في حاله شد يبقى الافكت بتاعه او الرياكشن بتاعه على اي ممبر متوصل بيه شد. بس باينه جدا يعني. تمام شكرا يا دكتور. العفو. دكتور عشان كنا قايلين لما يبقى تو فورس ممبر وفي في الاول بين بتفك تبقى 1 رياكشن بس، هنا بقى برافو عليك تبقى نفس الحاجه فكناها الاثنين رياكشنز اكس واي. ايه؟ لان هنا مش تو فورس ممبر واحد، هو هنا البين متوصل باثنين تو فورس ممبرز مش واحد. الحاله الخاصه لو هو متوصل بواحد بس، لكن لو متوصل باثنين تو فورس ممبرز في نفس الوقت ما بقتش حاله خاصه اهي. يعني هنا يا ابني بص كده بص. ايوه البين ده البين ده ده هل متوصل بتو فورس ممبر واحد؟ لا ده متوصل بثلاثه. هنا ما بقتش حاله خاصه، يبقى حط عادي جدا ردين فعل دي اكس ودي واي. يعني دي الحاله اللي هو لو كان متوصل بواحد بس، لو متوصل بواحد بس، لو متوصل بواحد بس. ايوه طب تخيل هنا مثلا هنا لو حطيت برضو بين كونكشن دي حاله خاصه؟ لا هتبقى دي اكس يعني متوصل بتو فورس ممبرز صح ولا اثنين مش واحد. تمام بس شكرا دكتور. لا دكتور هو انا دايما هبتدي ان انا ادرس الشكل من بره؟ يستحسن لانها تسهل على نفسك. اه طبعا لو انت مش حابب مش مشكله، بس يعني مثلا في مساله زي دي يا اولاد يلا والله سؤال زميلكم برضو كويس. يلا في مساله زي دي يا اولاد في مساله زي دي لو انا خدت قرار ان انا مش عايز ادرس الشكل الخارجي
مش عايز ادرس الشكل الخارجي. تخيلوا ايه النقط اللي هتبقى متاحه ان انا ابدا بيها؟ ها هيبقى الايه بس. طب هحسب دي واحسب دي، طب وبعد كده هيبقى نقطه اف، مش كده؟ يعني هتمشي عادي برضو مفيش مشكله، يعني هتوصل ما تقلقش، بس دراستك للاكسترنال تراس او للشكل الخارجي بتسهل عليك الحسابات لما تيجي بعد كده تخش في الجوينتس، بتبقى داخل للجوينتس وانت عندك معلومات تسهل عليك. لكن لو انت حابب ان انت تخش على طول وتبدا بالميثود اوف جوينتس اوكي، بس بشرط تختار نقطه يبقى عندها از ماكسيمم طوق النص، لان طبعا خلاص احنا اتفقنا ان انا لا املك عند كل نقطه الا تو ايكويشنز بس. تمام ماشي يا دكتور. انا شايف لو في الرسمه دي احنا قلنا عند سي كان الاف اكس يعني هي بتقوم بدور الممبر اللي على نفس الخط يعني السي اكس. برافو عليك. عشان كده ده هيبقى زيرو. وخد بالك خد بالك اللي انا بقوله ده يا حبيبي انا استنتجته كده بمجرد النظر اوكي. طب انت ممكن ما تستنتجوش، انت اثناء الحسابات بقى هتكتشف ده. يعني لو انت جيت انت ما قلتش زي ما الدكتور قال ان الاف سي دي زيرو ممبر، ما خدتش بالك خلاص، لا عادي. لما تيجي تدرس الايكوليبريم، الايكوليبريم بتاع الجوينت سي، انت هتكتشف لوحدك ان الاف سي دي بزيرو، ما تخافش ساعتها ما تتخضش خلاص، ده معناه ان هو كمان زيرو ممبر. تمام بس شكرا لحضرتك. العب ماشي يا دكتور. انا اسفه بس كان عندي سؤال، هو احنا ينفع كمان بالسي؟ ينفع ايه؟ نبدا بالسي زي ما بدانا بايه؟ ممكن نبدا بالسي؟ لا انت ثواني، انت بتتكلمي في حاله ان انا ما درستش الاكسترنال تراس صح؟ لا ما كانش هينفع تبداي بالسي. حد يا اولاد يقدر يرد عليها؟ طيب ولا رد انا، ليه ما كانش هينفع ابدا بالسي؟ عشان في رياكشن عند الرولر مش عارف ساعتها السي اكس. برافو عليك السي اكس، ما انا لسه ما حسبتهاش. يبقى هنا عند نقطه سي انا اصبح عندي كام انون؟ ثلاثة. ثلاثة. هيبقى السي اكس والاف بي سي والاف سي دي. تمام. طب استني استني استني، واحد ممكن يرد عليا يقول لي يا دكتور حسين مش انت قلت ان ده هيبقى بزيرو؟ صح. طب لما هتيجوا في سيجما اف اوف اكس هيبقى معادله واحده، لكن في تو انونز. يعني هنا هيبقى السي اكس والاف بي سي هما الاثنين مش عارفهم. تمام يا دكتور شكرا جدا. عارفين كل ده بيوصلنا لنفس الكونكلوجن في الاخر، اللي هو ايه؟ يستحسن او يفضل يا اولاد ابدا بالشكل الخارجي او بالاكسترنال تراس، هيسهل عليك كتير. اي سؤال تاني يا اولاد؟ دكتور ممكن سؤال في الميد ترم؟ اسال. اللي هو السؤال اللي كان فيه المستطيل وكان فيه اتنين كابلز، انا ما عرفتش اجيب البعد العمودي، بس انا جبتها بطريقه وطلعت قريبه وطلعت صح في الاخر، بس انا برضو ما وصلتش للاجابه يعني الصح. يعني انت اخترت غلط او انت حليت غلط، انت مش هتجيب البعد العمودي بتاع اللي بين الفورسز، انت هتعمل ريزوليوشن للفورسز نفسها، في الحاله دي هتتسهل عليك كتير. يعني انت بدل ما تجيب البعد، يعني انت اشتغلت على الفورسز بوضعها هو صح. يعني انت خدت الفورسز المايله صح. لا هو ده مش صح، لا انت المفروض تعمل لكل فورس ريزوليوشن، يعني مثلا ال200 وال200 اعمل لهم ريزوليوشن كوزاين وساين كده، هتلاقي الامور سهله جدا وهتلاقي الدايمنشنز سهله جدا جدا، هو ده الصح. تمام ماشي خلاص مش شكرا. العفو يا اولاد يلا اتفضل دكتور. 10 دقايق يا اولاد 10 دقايق وهبدا هبعت لكم اللينك هنا على المايكروسوفت تيمز. ماشي دكتور. ايوه اتفضل. هو ممكن بس اسال سؤال في المحاضره اللي فاتت؟ اسال. كان في بروبلم اللي هي 6.83 اللي هي كانت اخر سؤال حليناه خالص. فهو حضرتك في الاخر شلت، كان في تو ممبرز حضرتك شلت فورس من عليهم فبقت واحده تو فورس واحده مالتي صح. يعني معلش ممكن حضرتك تحللها تاني عشان ما فهمتهاش ساعتها. اهو انت لما هتشيل اللود من على ده اصبح الممبر بي سي هيبقى تو فورس ممبر، اهو هتوصل ما بينهم كده بخط وهم، فهتحط هنا الاف بي سي وهنا هيبقى عكسها، هنا الاف بي سي
وهتبقى الانجل دي 45 خلاص. ايوه هو انا مش معلش الانجل اجيبها ازاي؟ ايه ما هو يا ابني ده راديوس وده راديوس ده 1.5 وده 1.5 حبيبي مش دي ربع دايره؟ اه تمام. يبقى تان ثيتا ايكوالز 1 هتروح نفس عند نفس النقطه بس على الاف بي سي كده لا اعكسها اهي الاف بي سي وبرده نفس الانجل اللي هي ال 45 بس وهنا تو رياكشنز اي اكس واي واي تمام وهنا كان في الاكسترنال لود اللي هو بس اعمل ريزوليوشن للفورس دي كوزاين وساين وخد سيجما المومنتس اراوند الاي ايكوال 0 هتقدر تطلع الفورس بي سي وبعدين سيجما اف اوف اكس ايكوال 0 هتطلع الاي اكس من سيجما اف اوف واي ايكوال 0 هتطلع الاي واي بس. اه تمام شكرا. العفو حبيبي. يلا اولاد هبدا لكم على طول الـ على طول اهو ماشي يلا اتفضلوا.